ومعنا من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني. سيد الجندي، إلى متى ستستمر هذه الأزمة المتعلقة ببيت الشيخ الأحمر؟ ومن أرجو بأنك في حديث صادق، أنا قد سمعت في التقرير كلام يحتاج إلى مجلدات، وأنا أشكرك. يعني إذا كان يحتاج إلى مجلدات بالتأكيد لن تستطيع أن تفيها حقها يعني. على الله يحفظك.